لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. خالد نزار رجع موقعه الإلكتروني ناشر خبر قد بالحملاوي، الصور هو خالد نزار، يجيب لك صورة يجيب لك صورة زروال وهو داير. زروال استقبلوا الرئيس كان في 15 جوان، كانت الدنيا صيف، وأذكر في ذلك اليوم كانت درجة الحرارة، هذا ضارب كبوت وحاطين له بارابلوي فوق راسه والأرض كلها مطر، ويجي يقول لك لا هذا راهو زروال. أنت ماذا يضرك بأنه خالد نزار؟ لأنك تدرك تماما بأنه لو يتأكد خالد نزار راهي ضربة قوية للأدعياء، أدعياء النوفمبرية وأدعياء الباديسية وأدعياء هذه الشعارات. لذلك مش تحب تقول راهو خاطي خالد نزار وتقول يا ربي ما يطلعش خالد نزار. الدولة ما تسيرش كما هذا. خالد نزار رجع، وهذا خالد نزار عقد صفقة. ونزيد نقول لكم حاجة، أنا هدرت في واحد الفيديوهات بأنه خالد نزار ابتز المؤسسة العسكرية ورجعوا وكيفاش والمؤسسة العسكرية لا تبتز. يا جماعة والله ما فيه جبناء كما كثير من المسؤولين. أنا أذكر لما تابعتهم في الأمم المتحدة بعثوا لي عقيد في المخابرات، بعثوا لي توفيق شخصيا يترجى فيا، ما نهدرش على توفيق في القضية، ويقول لك وقال لي روح دير رجلك في بوجرة سلطان، فقط توفيق ما تهدرش عليه. وجنرالات اخرين تاع الدرك الوطني وتاع ما خوخ هو فين. خالد نزار في حد ذاته لما رفعت به دعوه قضائيه وتم استدعائه مسح الموس في القيادات العسكريه الاخرى، قل لهم انا وزير الدفاع، انا ما كنتش في الميدان. يجي واحد يقول له انا تعذبت، يا خويا تعذبت، انا عذبتك شخصيا. القانون الدولي واش يقول؟ ما تستطيعش ترفع دعوه الا اذا كان جبت دليل مادي يثبت بأنه خالد نزار أرسل ورقة موقعة من طرفه قال لهم عذبوا فلان، أو أنه حضر عملية التعذيب. هكذا، هذه هي الحقيقة، هذا هو القانون. خالد نزار لما راح ليه فلان قال له تعذبت، وين تعذبت؟ تعذبت فلان. يتحملوا المسؤولية المسؤولين. خالد نزار مسح في سويسرا، مسح الموس في قيادة الجيش. أنا ماني كنتش مسؤول، أنا كنت وزير الدفاع، والناس هذو راهم في الميدان، إذا حكموه في بلاصة ورحنا علم الغيب أنا، عذبوه وداوه وطلقوه وين في قلهم، ما داروا ليش تقارير، لو داروا لي تقارير رحنا مسح الموس في المؤسسة العسكرية. ويجي يقول لك واحد يقول لك خالد نزار وطني، قاهر المخزن، قاهر هدد الجيش الجزائري، هددوا حتى بالمخزن المغربي، قال لهم نفتح عليكم ملفات، استغلهم المغرب. خضعوا ما يجيش. وكيفاش خضع؟ ها يا سيدي خالد نزار، بعض الناس يفسروا بانه عوده خالد نزار ما هي الا عوده واحد ضابط سامي كبير موجود في الخارج من مصلحات الجيش يرجعه، طبيعي انا نشوف فيها ايجابيه في هذا الجانب، انه يكون ضابط كبير موجود في الخارج المؤسسه العسكريه كي تسترجعوا شيء ايجابي، لكن ما تسترجعوش بطائره رئاسيه. خالد نزار الجلسات اللي جلسها مع ضباط كبار في سويس في اسبانيا وثقها بالكاميرا والفيديوهات عند ولده، وهبط ومشوا عاطي فيهم الثقه، وما عادش يقدر حتى واحد يدير وش يحب. هل يعقل؟ بل انه مذكره التوقيف اكل ورق هذيك اللي وقعهم قبل ما يغادر وخلى نسخه لطفي نزار، هذه المعلومات اللي عندي أنا، هذه المعلومات اللي عندي أنا شخصيا. أنا ماني نقول لهم أنتم تابعتم نزار، أنا ما تابعتوش نزار، خالد نزار أنا ما تابعتوش. خالد نزار كان وزير الدفاع حقيقة، تورط في تلك المرحلة. كيفاش تورط؟ أنا ما نقولش تورط في الانقلاب فقط كما يقولوا الناس حتى نبرأ الفيس، الورطة بدأت بالإعطاء الاعتماد للفيس. الناس كانوا مع مصطفى بويعلي وفيه وغير وخطابهم متطرف معروفين، وأعطاهم اعتماد حزب سياسي، وبعد ذلك عالجوا الغلط بغلط أسوأ، خلوهم فاتوا الانتخابات اداوا الأغلبية في البرلمان وبعد ذلك انقلبوا عليه، تعطيه الاعتماد منه وتفتح له المجال الإعلامي حتى ينشر الغلو والتطرف بين الجزائريين ويصير ينادي بالجهاد، وبعد ذلك
خليه يفوت الانتخابات وبعد ذلك تنحي له الانتخابات، بل أنه حدثت حتى عمليات تسهيل للفرار نتاعهم إلى الجبال، وطلعوهم ورموهم حتى الأسلحة وسهلوا لهم الدخول للكازرنات وغيره وغيره، حكاية مانيش حاب نفتحها الآن. هذه من جهة. إذن في نظري خالد نزار واللي معاه في تلك المرحلة تورط يتحملوا مسؤولية دماء الجزائريين، التي وليس هم فقط بل أنه حتى قيادات الفيس، هذا اللي ينادي بالجهاد ومن هم علي بالحاج، يتحمل جزء من المسؤولية، يتحمل جزء من المسؤولية. إذن إذا كان أردنا ننظر إلى المشهد نحملوهم الجميع، ما نجيش نحمل جهة ونخلي جهة أخرى فقط. الجنرالات في ذلك الوقت ما يسمى ضباط فرنسا يتحملوا المسؤولية، قيادات من الفيس، قيادات من الفيس كان خطابهم، وأنا كنت عايش في العاصمة وكنت عسكري في ذلك الوقت وكنا نسمع فيهم، وكانوا نخرجوا كانوا يقولوا نقطع لكم أعناقكم، كثير كثير من الكلام ليس المجال. خالد نزار يتحمل المسؤولية. خالد نزار تبع في قضية اجتماع الجيش كما يتصوروها البعض، لا، كانوا هدفهم الاستحواذ على الجيش واستعماله ضد الحراك الشعبي، وخوف لهم الجيتس الصالح في الطريق، وكانوا حابين ينحوا الجيتس. خالد نزار كان في الفترة هذه، الجيتس صالح راح مات، المحيط نتاعهم ها وفتتوه، المسار نتاعو انهو، ما كان حتى شيء. واش راح تولي يخلوا غير خالد نزار في الخارج وتوفيق في الحبس وترطاك في الحبس بتهمة المؤامرة اللي حولوها في نظرهم، ويعام الآن يهضروا فيهم في مجالسهم بأنه هذه العملية راهي كان ضد القايد صالح والقايد صالح دخل فيها الجيش، إذا مدام راح القايد صالح راي راحت معاه التهم، هي مش مؤامرة على الجيش، هكذا عاد يقولوا وهكذا فسروها. إذا إخواني الكرام أنه عودة خالد نزار، رجع بطائرة رئاسية، نزل في ظروف جيدة، وليده حدثت له واحد الحكاية مش مجاني أحكيها، القصر نتاعه ينتظر فيه، كل الإجراءات التي جرات ضد وسيدي ما عديش هذا المط... ولا قضايا الفساد اللي يحركوها، قضية اللي عنده في محكمة سيدي محمد فيما يخص الفساد وأشياء، وين مصيرها؟ أنا ما يا جماعة نقول لكم شيء، ما حدث هذا لأنه القضية قضية ردة وانقلاب على مسار القايد صالح. ترى الآن يجي واحد يقول لك إذا على القايد صالح راه نظام أجنحة وعصب تتصارع فيما بينهم، لا، القايد صالح في ذلك الوقت دعم الحراك الشعبي، لأنه لم يكن القايد صالح بعد الله تعالى كان الجيش وقوات الأمن راح تهرد للناس وكانوا راح يفوتوا المخطط نتاعهم في مجلس الرئاسة، كان راح يفوتوه بقوة السلاح، لكن القايد صالح كان بالمرسال. أنا نقول لكم بأنه على العموم بأنه هؤلاء الناس اللي الآن يشوفوا بأنه المرحلة هذه ليست انقلاب فقط، هي انقلاب صراع عصب كما قلت، لا، وليست على الحراك، لا، بل أنه انقلاب على الحراك، لأنه جزء كبير من الحراك الشعبي تماهى مع المؤسسة العسكرية، هذه حقيقة، انقلاب على تلك العهود التي أطلقتها المؤسسة العسكرية، لذلك ما حدث الآن من انقلاب على تلك العهود معناها انقلاب على الحراك الشعبي. الحراك الشعبي، الرئيس هو ليومنا هذا ما سمعناش. صح، الرئيس هو الضامن بعد القايد صالح في هذا المسار، أوكي، ليومنا هذا ما قالش موقف. لا موقف له، هاك الخطاب هذاك اللي داره فقط من اجل الظهور ما فيه معني، ما عنده ما فيه حتى شيء، حتى رسائل ما فيش. وين هو؟ اذا انقلاب على الحراك الشعبي ايضا. المؤسسه العسكريه الان باستعاده هذا، وخرجوا راح يخرجوا توفيق ويخرجوا ترطاق برا، وحتى وخرجوا ترطاق وكذا وكذا، وفيهم وزراء يزيدوا يخرجوا، وملفات الفساد هذه اللي قاعده راهي فيها شبكات يا جماعة، والله ما هي بسبب أنها فساد في حق العام، بل أنها الآن في إطار صراعات بين عصب صفي في حسابات فيما بينات. هذه هي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.